قولي انت اسمك عم صالح ايه؟ صالح حسين صالح. صالح ايه؟ صالح حسين صالح. صالح حسين صالح. انت منين يا عم حسين؟ أنا من يا عم المطرية، صالح من المطرية وقاعد في العبور بتعمل ايه؟ قاعد عايش بقالي حوالي 15 سنة. عندك ولاد معايا 4 أولاد. ووالدتك ومراتك موجودة؟ مراتي موجودة. انت بتشتغل ايه يا عم صالح؟ مش شغال حاجة. ما معكش صنعة يعني؟ لا معايا. ايه الصنعة اللي معاك؟ معايا صنعة حديد. صنعة حداد. اتعلمتها وانت صغير دي ولا لا اتعلمتها؟ اتعلمتها على طول. اتعلمتها فين؟ اتعلمتها هنا في الأول. في العبور. طيب وما بتشتغلش بيها يعني؟ لا ليه بقى؟ كنت واقف مع أخويا والورشة اتقفلت. كله يسرح بقى. ويعني انت قلت لي ان انت عندك اعاقة. الاعاقة شلل ايه؟ ودمور شلل ودمور من وانا صغير. من وانت صغير برضو، مرض وسخونية وبتاع. ما خدتش التطعيم وبتاع. ولادك اعمارهم قد ايه يا عم صالح؟ عندي اللهم صل على النبي 11 سنة أو 12 سنة. 12 سنة. وعندي 10 سنين. وعندي حوالي 7 سنين أو 8 سنين. وعندي صغيرة 4 سنين. طيب انت فيهم الثلاثة كده في المدارس تقريبا صح؟ في مدارس ابتدائي واعدادي ولا ابتدائي؟ طيب انت كده ما عندكش مصدر دخل، على من كلامك ان انت ما عندكش شغلانة شغال بيها. لا ما فيش. طب عايز ايه؟ طيب نفسك في انا ايه؟ عايز ريسيكل، عايز موتوسيكل اكل بيه، افتح بيه بيت، عاوز تروسيكل ولا عاوز تفتح موتوسيكل او ريسيكل، ورشة، اي حاجة، يعني انت عاوز؟ وظيفة، اي حاجة. بس انا احب ابقى حر نفسي كده. يعني لو الريسيكل واكل بيه عيش ماشي. طب ما انت تروسيكل، انت عندك شلل وإعاقة، هتعرف شلل ودمور، هتعرف تسوق يعني؟ هتعرف تسوق؟ هتعرف تسوق. مش مشكلة. والصنعة اللي انت اتعلمتها طيب اعمل ايه؟ ما انا ما فيش حد بيخاف يشغلوني اساسا. لا اله الا الله. هي انت شقتك كم واخدها بقد ايه؟ ب 800 جنيه. تأخر عليك، مكسور عليك الإيجار يعني؟ بيتكسب بالشهرين. وبتعرف تسد ازاي يا عم سالم؟ ماشي. اخو من اخواتي التاني. يعني بالسلف وما بتردش لأن مفيش. هتروق وتحل، والله العظيم هتروق وتحل. انت طلعت شهادة التأهيل دي منين يا عم سالم؟ المطرية. المطرية. وهناك في إدارة التضامن قالوا لك هنتصل بيك ونش خدوا رقم التليفون بتاع ابن عمي عشان يتصلوا. ما فيش لغاية دلوقتي. لغاية ليه؟ يعني انت دلوقتي عاوز حاجة من الاتنين، يا تعمل قرض المشروع صغير ورشة حدادة، والله ما فيش مشكلة. ويا إما درسك على قد يا اما فلوسي تريسيكل تشتغل بيه. أشتغل بيه تمام. وأتحرر بيه برضه. انت من الناس اللي قبلوا المحافظ بتاع القليوبية وقال لك هجيب لك تريسيكل؟ قال هنجيب موتوسيكل اللي هو كنبه من ورا دوت عشان برضه نتحرك بيه ونحرك زمايلنا كده. يعني انت عاوز التروسيكل عشان تساعد المعاقين اللي موجودين في العبور وافتح بيه بيتي. وتفتح بيه بيتك. سؤال يمكن غريب شوية، امال انت عايش ازاي يا عم انا صالح؟ كنت امي الله يرحمها معيشاني. كانت امك الله يرحمها، طب هي وبعدين ماتت. انا كنت دلع ابويا. فابويا بقى خد طريق تاني وراح اتجوز وبتاع. وامي ماتت. فبقيت زي ما بيقولوا السعادة كده من غير ام، حلو بيغم. اهدى بقى، اهدى، لان دموع الرجال عزيزة. دموع الرجال عزيزة يا عم صالح. وبعدين بعدين يا عم صالح، محمد رسول الله. ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة، وبإذن الله يعني ممكن احنا نبقى سبب في ان يا رب. حلمك ده يتحقق، وتعرف تربي ولادك وتعيشهم عيشة كويسة. عايز تقولي حاجة تاني؟ أقول لك